انا هذا الخبر حتى جبرت مع ثلاثه جاو الناس كيدقوا كيقول لك راه وقعت هنا وقعت هنا، انا ما نمشيش، انا راجل كيما نقدرش نمشي، ما تعرفش شنو وقع، انا مع السلطه عاود يبقاو يعذبوا فيا، انا عندي 90 عام يبقاو يعذبوا فيا، شني شفت شني ما شفت، اللهم قطعوا خطره. هو برا ديما كنشوفو ما كيدير بسالات، ما يبسل على الديور ولا على البلاد ولا على العيالات ولا على الرجال، ما كيبسل شيء، العقلق. المشكل اللي عنده هو مع ولاده، والله اعلم شني بيناتهم، الله اعلم. كانوا وصلوا الحكومه قال لي القاضي اللي قالوا لي القاضي قال له تخلص 20 مليون، الله اعلم، انا ما شفتش، انا غير كنسمع بودني باش نشوف، لا باش عندي العلم يعني حضرت معاه، لا انا غير كنسمع بودني، ولكن قال لك واخا تسمع واخا تسمع ما تيخش حتى تشوف بعينك، قال لك لا تيخ لا تامن في قبرك حتى فهذا حتى تدخل قبرك، لا تيخ لا تامن حتى تدخل قبرك، احنا ما عندنا خبر شنو وقع، والمشكل اللي بينه وبين المرضى ربي اللي عالم، الله اعلم. انتم هنايا في هذا الحي هنايا ما عمره وقع بحال هذا الشيء؟ لا ما عمره وقع، كان وقع واحد الكارثه ولكن برا ماشي هنا. واحد المراه قتلت المراه في جهه الطريق الوحده. على شي طريقه اخرى. شحال هذه دي شي 20 عام ولا اكثر. اما هذه الكارثه هذه ما عمره وقعت هنا ابدا. ما عمرنا سمعنا الصداع ولا شي خوات ولا ابدا. ابدا.